سهام تتجوزيني؟ ايه؟ انت اكيد بتهزر. ثلاثة بالله العظيم بتكلم بجد. اصل يعني الحاجات دي ما بتجيش كده يا خالد، يعني ما بتجيش بالطريقة بتاعتك دي خالص. ما بتجي كيف؟ يعني بيبقى في ستيبس، تفاهم، بعدين ارتباط، وبعد كده اتجوزك، يعني الحاجات دي يعني. ست انا من ايدك دي لايدك دي، وبعدين انت عارفه ان انا صعيد، يعني ماليش في كلام الحب والحاجات دي. ثلاثة بالله العظيم انا بحبك، الكلمه دي عمري ما قلتها لحد قبل. خالد خلينا اصحاب احسن، يعني عشان علاقتنا تدوم وما تقفش عند نقطه معينه، ونفضل اصحاب العمر كله. وبصراحه يا خالد يعني انا ما ينفعش اكون زوجه لاي حد اصلا. اه والله انا ما ينفعش اكون جري عند واحد يتحكم فيها. جريت انت تتجوز ابو لهب؟ ده انت هتبقى هاني. خالد يا ريت تقفل الموضوع ده وما تتكلمش معايا فيه خالص، ما تتكلمش معايا فيه تاني. اقعد يا طلعت يا اخويا اقعد. انما ايه الالاجه اللي انت فيها دي؟ اقل حاجه عندي. طب اقعد امسك. ايه ده؟ امسك يا طلبة بس امسك. بص يا سيدي بص، تورتايه كتاب اللي عاملها مخصوص. بص مكتوب عليه، بص بص، زينة. زينة حبيب قلبي. وعلى فكرة عاملها لك نص شوكولاتة ونص فواكه، عشان يبقى عملت اللي عليا. واحنا مش كنا فاضيين سيرة في الكلام ده طلعت ولا ايه؟ لا كان ليكوا طلبات وانا نفذت بوعدي وعملت كل طلباتكم. ايه يا طلبة؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ بص يا طلبة، طالما الكلام هيتغير يبقى زينة لازم تبقى قاعدة وحاضرة الكلام ده. ماشي يا طلعت، عموما دخلتك المرة دي عجباني. زينة تبقى موجودة. زينة انت بنت زينة. ايوه يا طلبة جاية. انما ايه البدلة القلاجة؟ ربنا يخليك يا عمو. الله 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 الله، ايه الحلاوة دي؟ من بعد ما عندكم. الله حبيبي، ده انتوا مظبطينها مع بعض بقى، وانا قاعد في وسطكم كده زي كيس الجوافه. ماشي قول لي بقى طلعت انت عايز ايه، علشان عايز افهم دماغك. اقول لك يا سيدي، بص يا عمو، اولك شيء دبله ومحبس. الله استنوا، خاتم حلو قوي. امسك يا معلم. استنى اتقل عليا. انسيال حلو يا طلعتي. دي شبكة زينة البنات. ها يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بس انا قلبي حاسس كده ان الخاتم ده فالصو. فالصو؟ ده المسحور وكتاب اللي يعمله بتاع 15000 جنيه. بتقول ايه؟ يا عم بطل باكش بقى. يا عم زي ما بقول لك، لو مش مصدقني افصلوه. طبعا اكيد هفصله. امال انت فاكر ايه؟ ولو ما عرفتوش تقدروا الخاتم اكيد هتعرفوا تقدروا الفلوس. ايه ده؟ انت جبت الفلوس دي كلها منين يا طلع؟ ده مهر زينة البنات. بصي هتاخديهم من ايدي تحطيهم في البنك على طول، واول ما الاقي لك الشقه اللي بالك فيها تسحبيهم تاني وتفرشي بقى على زوجك يا زينة البنات. الله 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 الله، دهب وفلوس، منين الحاجات دي كلها طالعه؟ وانت ليك فيه؟ وقعت على بير بترول، جات لي مصلحه علوي مع ناس عرب، وقعت عليا من السما شنطه دولارات. مالكش فيه ومالكش عندي غير طلباتك. ماشي ماشي الكلام يا طلعت. ايدك وربنا ما انت لمسه بقى كده يا زينة. ايوه ها نقرا الفاتحه.